Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Bu hafta bütün her şeyi unutacağınız çok ilginç bir konukla karşınızdayız. Kendisini bir Arap ülkesinden uzun uğraşlar sonucunda getirmeyi başardı. Ben cinlerin padişahıyım diyor. Kendisi geldiği günden beri ne ben ne de ekibim hiçbir şekilde yüzünü görmedi. İnanın kim olduğuna dair kesin bir fikrimiz yok. Ancak anlattıkları bütün olayları alt üst edecek gibi. Videoyu başından sonuna kadar mutlaka izleyin. Ve eğer devamını istiyorsanız 25.000 beğeni atın. Hazırsanız video başlıyor. Yer altında olmaya devam edin. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Ana Huddam. Cid min devl al-arabiyye. Ve cid avassil lekum risale. Risale an hadel ilim. وأنتوا ترون أن وجهي مقفول لأن هذا العلم لن تقدرون تفضحونها إنها علم سر علم الحواس لن تنظف أي جسد ولن توصل لأي شخص كوكب الأرض اللي في علم الحواس إلا عدد معين كعدد قرية لأنه لن أي أحد يقدر يتحمل هذا العلم لأنه علم ثقيل ليس كل سر يوصل لأي أحد لأنه سر عظيم وفي هذا الموضوع في علمنا لازم يكون أحد ينجح فيها وهذا الموضوع مو أي شخص يقدر يوصل في هذا العلم لازم يكون شخص مميز وعشان الحواس لازم تعرفوها فيها شروط معينة اللغة العربية واللغة السريانية لازم يكون الشخص متحكم فيها الشرط الثاني لازم يكون الشخص يأخذ إجازة من الشخص اللي يعرف هذا العلم بشكل مظبوط ولازم يعرف الدين الشريعة الإسلامية بشكل تمام وهذا العلم لن تقدروا تعرفوها من الكتب عشان هذا العلم يكون الكتب الصحيح وعشان الأشخاص اللي حيتعلموا هذا العلم ويكون الكتب اللي مكتوب عن هذا العلم يكون كتب ناقصة وليس كاملة وهذا المقطع الأشخاص اللي تفرجونها سوف يروني ممكن في حلمهم ممكن في خلفهم ولكن الأشخاص اللي حيشوفوني لازم يكونوا مبسوطين من هذا الشيء هذا العلم علم سر يا أخوان وهذا العلم الأشخاص اللي حيتكلمون عنها بيناتهم يكون يتآزوا من أطراف الجن ومن أطراف الناس هذا العلم كنز ولن تقدروا توزعونها مع الناس الأشخاص اللي ما يعرفون الشريعة لن يقدروا يتحكموا في علم الحواس ولو ما كان من أهل السنة سوف ينتشر الضلالة والغضب فيها والشخص هذا سوف يعرف إنه هو في طريق الحق وهو ليس في الحق علم الحواس قطرة من كل الرسلاء اللي آتوا في هذا الدنيا الوفقات واصل لنا من سيدنا موسى عليه السلام وهذه العلامات واصل لنا من سليمان عليه السلام وعلم تفسير الأحلام واصل لنا من سيدنا يوسف عليه السلام وهذا العلم كلها نقول له علم الحواس وهل من كان يوصل على هذا العلم من غير الأستاذ والمرشد يكون متعلم فيها سوف حيكون خسران في هذا العلم
وأولاد الآدم دائما يكونوا يريدوا يفعلوا أشياء الخطأ. الناس اللي يعرفوا هذا العلم لن يحكوا لأي شخص عن هذا العلم. وبعض الناس اللي يقولوا أنا عندي جن وأنا عندي عفاريت واتكلم معهم ويتحدثون معي هم كذابون ويكونوا مسخرين مع الشياطين. والأشخاص يسوون هذه الشغلات مع العفاريت ومع الجن الكفار هذول الأشخاص كذابين ومنافقين، وليس كلهم أشخاص صحيح، إنهم أشخاص تشترونها بالمال يبيعون أنفسهم. والناس اللي يسوون هذا العلم بالحق وليس بالباطل لابد ربنا يطلعهم في أمامكم، لابد في أحلام، لابد في عالم آخر. ربنا يسترنا ويحمينا ويحفظنا من هذا الأشخاص. هذا العلم دائما يكون سر وليبقى سر. لابد مثل ما قلت الأشخاص اللي يتفرجون هذه المقطع سوف يروني. أنا اتكونت في هذا العلم ودخلت في عالمهم، أنا نصفي من الآدم ونصفي من عالم الجن، وأنا مثلكم أتيت من الطين وأتكون من الطين، ولكن في عالم الآخر يسموني سلطان وأتحكم في كثير منهم، ولكن لن أفضح أسرارهم. ولو فضحتهم يكون هذا العلم انسحب مني وتختفي. أقدر أتحكم فيهم ولكن إلا بقوانين الشريعة، هم الجن المسلمين، ولكن لن أقدر أخليهم يتقاتلون بينهم، ولن أقدر أخليهم يسوون أشياء باطلة. الشريعة الإسلامية يمنع هذا الشيء. إلا بإذن الله ورسوله أقدر أتحكم في أشياء معينة فيهم، إلا تكون بمسموحية الشريعة، إلا أشياء الحرام والممنوع. جاوبت عن هذا الموضوع في بداية سؤالي وهم يعرفون نفسهم. هذا العلم لازم يكون سر ولن تقدروا تعرفوني، هذه الشيء ممنوع. وهو هذا اسمه سر ومعروف. اللي يقول انه يسوي هذا العلم لن يقدروا ياخذوا مساعدة من الجن. الجن لن يحبون الأشخاص اللي يفضحهم ويفضح نفسه في هذا العلم. وربنا عز وجل يقول في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم: آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم. يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم إنه ممنوع تفعلوا هذا العلم تساعدوا به الناس بمقابل المال والثمن. وهذا الأشياء لما تسوونها بمقابل المال والثمن يكون يوصل لكم مثل عدو، مثل الضلالة، ومثل المشاكل. ولما أكون أساعد المسلمين في هذا الشيء لابد أساعد
بحكم رب العالمين والقرآن الكريم، ولن أطلب مقابل إلا أريد فضل ربي، وربنا يساعدني إني أوصل للناس هذولا اللي يطلبون المساعدة إلا من فضل ربي. وما في عدالة أكثر من عدالة ربنا عز وجل، وهو على كل شيء قدير ويعلم ما تفعلون. مثل ما قلت لكم، أسرارهم وهم سر، ولن أقدر أتحدث عن أسماءهم. والأسماء اللين دحين اللي سمعتوه وليس هم أسماء حقيقية. في بعدهم انفضح أسرارهم وانطردوا من هذا العالم، وأنا أطلب إن لن أتحدث عن هذا الشيء وعن أسماءهم. أي نعم، في قصص عن هذا المواضيع مختلفة. في من بعد الجن فعلا يساعدون في هذا الشيء، ويأخذوا أشياء ويختفونها ويغيروا أماكنهم. والجن اللي اسمه عامر في خادم سليمان عليه السلام جاب العرش إلى بلقيس. أنا راح أجيب الكرسي البلقيس وانت تغمض عيونك وتقفله، وفعلا تقدروا تحملوا أشياء وتغيروا أماكنهم بطريقة الجن. ولكن الجن لن يفضحوا نفسهم بهذه الميزات. وآيات القرآن الكريم محفوظة من طرف الملائكة، وفي خادمين من الجن يساعدون الملائكة ويوقفون معاهم. المين لو أراد يدخل في هذا العلم، الملائكة والجن رح يعرفون هذا الشخص ويأخذون أخطاءها. وعشان يفصلوا هذا الشخص من هذا العلم رح يخوفوه ورح يتسلطوا فيه. ويجي من طائفة من طائفتنا من بعد الجن، ويدخلون في أمر في هذا الشخص. في طائفة من الجن يساعدون على الملائكة وعلى بني آدم. وأقول لكم مرة أخرى، الأشخاص اللي يقولوا إني أنا خدام وهو ليس خدام، والأشخاص اللي داخلين في هذا العلم لازم يكون متكمل في هذا العلم. الأشخاص اللي بدأوا في هذا العلم ولن قدروا يكملوا هذا العلم ولن يكونوا متحكمين في هذا العلم، الملائكة لن يساعدوهم. والملائكة داخلون في أمرنا يكونوا يساعدونا في كل شيء بإذن الله. فعلا تقدروا تعزموا من بعد الجن، ولكن مو كل الجن اللي يأتيكم بنية نظيفة. والأشخاص اللي حيسووا هذا الشيء لازم يكون أمين من إيمانه إلى رب العالمين. الشخص اللي حيدخل في هذا العلم فيها شروط، يكون بعيد عن اللحم البيضاء والحمراء خلال 40 يوما، ولا بد يكون هذا الشخص في شريعة الإسلامية ولن يطلع من هذا الطريق ولا يدخل إلى الحرام ولا يقرب منها. في حالة أخرى في دعوتها في الجن لن يتقبل. لن يكون صحيحاً إني أحكي لكم في هذا الدعوة الحقيقة دعوة الجن. والأشخاص اللي فعلاً يبغوا يدخلوا في هذا العلم يأخذون الدرس والعلم من طرف أستاذهم ومعلمهم.
أشكال الجن الحقيقية ما يعرفها إلا غير رب العالمين، ونحن أولاد الآدم ما نقدر نشوفهم بشكل حقيقي بأشكالهم. هم الجن نقدر نشوفهم بشكل حنش أو عقرب أو كلب، وأحيانا نشوفهم بطريقة شخص من أهلنا من قريبنا. والأشخاص اللي يشوفوا الجن أحيانا وليس هو جن، هو نفسية، مرض النفسي. وكل مين اللي يقول أنا شفت جن وهو ليس جن، ومو أي واحد يقدر يشوف الجن. وهذا السبب اللي يقولوا أنا شفت الجن لازم يعالج نفسيته. والناس اللي يقولوا أنا جلست مع الجن وتحدثت مع الجن وعندي زملاء جن، هذا الناس الغلط. عندي زملاء جن ويقولون إنهم شيوخ ويتصاحبون الجن، هذا ليس صحيح. وهذا الأشخاص يدورون المال فقط، نرى الجن بالأحساس فقط. يعني أصلا اللي نشوفه هو أصلا لازم نحسه، نتكلم معهم في عالم الحس، وهذه كلها فقط مثل ثانيتين أو ثلاث. وأصلا نحن البني آدم ما أخذنا هذا الرخصة إنه نقدر نتكلم معهم، ولكن لن نقدر نمسكهم ولا نلمسهم، بس نحس فيهم، نحسهم إنهم موجودين. والأشخاص اللي يشوفون هذا الفيديو حيحسوني معاهم. هذا الشيء لا ممكن أبد. الجن هو أساسا يكون مع السحار أو مع الحدام أو مع الأشخاص اللي متسلطين فيهم وفي أطرافهم. والسحار عشان أملهم الوسخة يبيعون نفسهم للجن ودينهم وإيمانهم. ومثل ما قلت من قبل، الملائكة والجن اللي يحمون المصحف يبدأوا يساعدون الحدام. أي نعم فعلا أقدر أوريكم، ولكن لو كنت ساحر، ولا أنا ليس ساحر، وكان يمديني أقلب هذا المكان بيهم، ولكن نحن ما نقرب الجن بهذه الطريقة. وأصلا أنا طول المقطع هذا أثبت لكم بوجود الجن، واللي يتفرجوني طول المقطع حيحسوا بالجن تبع. وأدخل في حلم من بعدكم، وبعدكم راح تحسوني جنبكم. فعلا هم الجن المسلمين اللي يساعدوني، أما الكفار لا يساعدوني، بالعكس هم عدوي. والشياطين من الجن يقول للكفار من السحار، يأمروهم أن يأخذوا المصحف الكريم ويرموها إلى الحمامات، يأخذون الإيمان الأشخاص هذا. ونحن المسلمين مثل في القرآن الكريم في سورة الناس، نعبد لرب العالمين ونتوكل إليه فقط. طبعا البني آدم هم أذكى منهم، ولكن هذا لا يثبت إن الشياطين ليس أذكى مننا. ونحن الحدام نأخذ ونعطي مع الجن، مع القبائل الجن، في أفكار، في خطط. فعلا حتى السحار
يتشاورون مع الجن، ولكن ما هي مثلنا. أي نعم صحيح، هادول السحار يحسبون ويضحكون على أنفسهم إنهم يتحكمون في الشياطين، ولكن الشياطين هم اللي يتحكمون فيهم ويأخذون إيمانهم. هذا ليس كان مسلط، بس كانوا يحاولون يآذوا رسول عليه الصلاة والسلام، ولن نجحوا فيها، وهي من فضل ربي. وآخر هذا شيء من فضله تنزل سورة الناس والفلق، وهذا لا يثبت إن الجن يكون أفضل مننا من سبب هذا الأفعالهم. والشيء المهم إنه نتمسك فيه، وربنا عز وجل يقول في القرآن: من يبعد من ديني وإسلامي وقرآني وأنا أتسلط عليهم الشياطين. هو الشياطين من الجن يوسوسون للناس ويلعبون في أفكارهم في مخهم بشكل يجيبوا لهم أمراض النفسية. في هذا الموضوع، في تسلطات الشياطين وفي وسواسهم، لازم تتوكلوا إلى رب العالمين وتعبدوا لرب العالمين بدين الإسلام الشريعة، تقرون القرآن وتستغفروا دائما، تستغفروا استغفر الله يا غفار يا تواب يا رحمن يا رحيم. واللي يتفرجون هذا المقطع لا تخافون، سوف تروني في أحلامكم، من أو يوم من الأيام سوف تروني في مكان، ولا تغيروا قبلتكم، هي الكعبة، وأعبدوا لرب العالمين وخافوا من رب العالمين والمعاصي، ولا إله إلا الله. وأوكلكم في آخر كلامي لرب العالمين أن يحفظكم ويحفظ المسلمين. وأشكر لهذا الأشخاص الأخوان اللي ساعدوني إني أوصلكم رسالة، وأشكر للأتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهيا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.